ونستضيف مباشرة معنا عبر الخط الهاتفي عضوة الكنيسة عن القائمة المشتركة هبة يزبك. أهلا وسهلا بك. أهلا بك هبة. بداية بدي أسألك، من هي المرأة الملهمة بالنسبة لهبة يزبك؟ مساء الخير. أولا مثلا يعني سؤال جميل. يعني بالحقيقة لا يوجد شخصية واحدة، هي مجموعة من الشخصيات التي بطبيعة الأحوال تؤثر بي. وأريد أن أقول لك ربما يعني تأثرت كثيرا ربما بأمي، تأثرت بنساء من محيطي، تأثرت بنساء من العمل السياسي، تأثرت من النساء أديبات مثقفات. يعني هنالك دعيني أقول خليط، ولا أريد أن أظلم أي من النساء اللواتي أثرن بي تأثير عميق بالفعل. فيعني دعيني أقول إنه يعني من كل امرأة يعني أستطيع أن أخذ شيء ليلهمني وليؤثر بي. طيب، هل تشعرين بالرضا من الأداء السياسي بالنسبة للشابات، للنساء الشابات، هل تشعرين بالرضا من ذلك؟ واضح أن السنوات الأخيرة يعني فعلا حملت وأحضرت وجلبت معها أيضا حراكات نسائية نسوية للجيل الشاب، للنساء وللشباب أيضا الذكور، ونشهد يعني تغييرات وتحولات مجتمعية هامة بهذا المضمار. بطبيعة الأحوال واضح أنه النساء الشابات، الجيل الشاب أيضا للنساء، يعني هن في مقدمة هذا التغيير، وهن في مقدمة أيضا أحيانا المواجهة المجتمعية لأنماط اجتماعية معينة من شأنها أن تقيد أو أن تحصر أو أن تحط من مكانة النساء، وأيضا لسلوك وسياسات عامة من شأنها أيضا أن تميز ضد النساء العربيات الفلسطينيات. واضح أن هنالك تصاعد للحراكات النسائية والنسوية في الداخل، وهذا أمر هام، هذا أمر مبارك. ويعني أنا أرى أنه يعني هذا أيضا يعطي بصيص من الأمل للتحولات المجتمعية التي نحتاجها أيضا في داخل مجتمعنا. طبعا نحن نصبر لزيادة هذه الحراكات ولتوسيعها على أوسع نطاق. نعم، يعني تحدثت عن التمييز الذي تعانون منه، ماذا تحتاجون عمليا لتجاوز هذا التمييز على أرض الواقع؟ كيف تستطيعون تجاوزه؟ يعني أيضا في قضايا المتعلقة بمكانة النساء ومكانة المرأة، يعني نحن النضالات، أنجع النضالات هي النضالات الجماعية وهي النضالات الموحدة. وواضح أنه لدينا تحدي يعني مجتمعي عام، وهو تحويل قضايا النساء لقضايا عامة، وعدم حصرها فقط بشريحة النساء وحدها، أو عدم تصويرها على أنها قضايا تخص النساء فقط، أو تخص الناشطات النسويات، أو تخص النساء في الحقل السياسي وفي العمل السياسي، إنما هي قضايا مجتمع. أنا أعتقد أنه هذا تحدي أساسي نحن نستمر بمواجهته داخليا. ولكن على الصعيد العام يعني التجربة تشير بوضوح أنه يعني كما في النضال السياسي العام، العمل الجماعي، العمل الموحد، المطالب والمطالبة الموحدة أيضا للحراكات وللأطر النسوية هي التي من شأنها إحداث التغيير أيضا أمام السياسات التمييزية، أمام السياسات العنصرية. واضح أننا كنساء عربيات فلسطينيات في البلاد يعني أنجزنا الكثير، وهنالك يعني قفزة ملاحظة في العديد من الجوانب، خاصة فيما يتعلق بالانخراط في سوق العمل، وخاصة فيما يتعلق بالتعليم وزيادة النساء في السلك التعليمي والأكاديمية. وفي ذات الوقت أيضا رفع الوعي أكثر لقضية وظاهرة العنف ضد النساء بأنواعها وبأشكالها المختلفة من العنف الجسدي والعنف الكلامي والعنف الجنسي وكافة أشكال العنف الموجهة ضد النساء. ويعني أنا أعتقد أنه هذه إنجازات هامة يعني تسجل لصالح النضالات المشتركة والجماعية التي خاضتها النساء. لكن هنالك الكثير من العمل المستمر
أيضا في القضايا التي ذكرتها من عمل وتعليم ومكافحة العنف والقضايا والاقتصاد وتطوير الاقتصاد للنساء العربيات ورفع مكانة النساء عموما وحقوق النساء في قضايا الأحوال الشخصية وفي القضايا العامة في البلاد. وهذا يحتاج عمل متواصل من خلال النضال أيضا البرلماني واستنفاذ واستخدام كافة الأدوات البرلمانية، ولكن أيضا يحتاج الاستمرار بالعمل والحركات الشعبية النسوية لتحقيق هذه الأهداف. نحن بانتظار المزيد من الإنجازات، وعن جد يعطيكم ألف عافية وكل عام وأنت بألف خير. هبة يزبك عضوة الكنيسة على القائمة المشتركة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا.